احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ هذا يسأل عن الاعتداء في الدعاء، ما معنى هذا وما مثاله؟ ان يدعو على احد لا يستحق الدعاء عليه لان هذا ظلم او ان يطلب شيئا لا يليق به كان يطلب ان يكون في منزلة الأنبياء او مع الأنبياء هذا هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم